هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه متعمدا؟ نعم، يصلى عليه لأنه مسلم، وقتله لنفسه هذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرجه من الإسلام، هذا صاحب كبيرة، وهذه الكبيرة دون الشرك ودون الكفر، فهو يعتبر ناقص الإيمان ولا يخرج من الإيمان بقتله لنفسه، ويعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. إلا أن العلماء ذكروا أنه لا ينبغي أن يصلي عليه أهل الفضل والقدوة من العلماء أو ولاة الأمور من أجل ردع الناس عن هذه الجريمة، وأما عموم المسلمين فيصلون عليه ولا يترك بدون صلاة لأنه مسلم.